الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين دول كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا. نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف. موضوع انتهى، موضوع انتهى. ما تبي إلا جماعة، ما تبي إلا طائفة. والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم. تعال خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو يا اختي؟ تكلم في صحابة انت ما قادر علينا، نحن خليك من الصحابة. احنا ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابة؟ يا ولد تعال، 7 × 8 بكم؟ بالله شوف ده يتكلم في الإمام البخاري ويقول لك السنة حفظت كيف؟ السنة حفظت بالرجال، ربنا حفظها بالرجال وحفاظ ما يخرموا، ما عندهم شغلة زيك، ما كذابين ولا مجارمة، ناس عدول ثقات في دينهم، ما يزيدوا ولا ينقصوا. الترابي كفر الصادق المهدي، لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998، كان في جماعة هنا لسه كان بيرضعوا 1900 ده جايري ده ذاته، انت قايل صورة من الوقت ده كانك هاجيمة قاعد بيها. لكن احنا الليلة دايرين انهم يجوا هنا، تعال هنا الليلة يوم الرجال، فهمت؟ لو في واحد شعبي تعال، لو ما عندك كتب بنجيبها لك، لو داير مازه بنجيب لك، لو داير باسطه بنجيب لك، لو داير مطرق بنجيب لك، كله جاهز، فهمت؟ اي حاجه دايره بنجيبها لك. تك الراجل بعدين تعال خش. مجموعه من الشفته والصعاليك دايرين يا اخي، يقول الرسول هم لسه فينا كلام الترابي قالوا يستحي منه حتى فرفور قاعد هنا. دي الرساله الوحيده اللي بتطلع بها من المنبر ده، لا هي رساله للجماعه ولا في اوراق للتسجيل حتى تدخل معنا ولا غيره، انما رسالتنا لتوحيد الله، انما رسالتنا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها ونبذ كل من حاول ان يطعن فيها او يطعن في مسلمات ديننا، هكذا هي عقيدتنا وهكذا هو منهجنا. ده دين؟ ده دين يا ترابي؟ يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين؟ زول قال زكاة ما في، يكون عنده دين كيف؟ وربنا عز وجل قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف انت لو مشيت معنا بسلسلة زي دي كل يوم نحن حنجي ونزيدك زيادة، والطلبة يزداد يقين انك انت كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله سبحانه وتعالى. ما ممكن زول يكون زي ده مسلم. الاسلام ده كيف يا شباب ذاته؟ اذا كان زول شاك في رب الخلقه، رب الخلقه شاك فيه، اها ده مؤمن كيف تاني؟ تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بيتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ، الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنه، ونحن ابناء اليوم ولنا زماننا ولنا مكانتنا ولنا ثقافاتنا ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافة ومع الدين ومع اللغة ومع السلفيين ذاتهم. فرصة مفتوحة على النقاش، تعال خشوا. ما واحد فيكم ينبسق ساكت؟ ما في، تعال انبسق، فرصة مفتوحة على الانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. فكان هذا المنبر بيانا وتبيانا لما حصل في الأيام الفائتة من مؤتمر أو من ندوة أقيمت في هذه الجامعة باسم المؤتمر الشعبي، دخلوا في هذا المنبر وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة، زي ما حيجيك بالوسائق إن شاء الله، ما حنجيب لك حاجة من راسك. العقيدة يا هالعقيدة، تدعو الله براو معناه تدعو الله براو، راكب طيارة قدرت تقلب، فهمت؟ في ضغط جوي فوق، ولا الحمار فنجد بيك، فهمت؟ ولا في النهاية العقيدة يا العقيدة تقول يا الله، الحمار داير منك تقول يا الله، الطيارة تقع تقول يا الله، دي العقيدة ما بتتغير، العقيده ما بتتغير، فهمت الكلام ده؟ دي بعض المفكات التابعه للمنطقه الصناعيه السلفيه لسمكره الحركه الاسلاميه الطالبيه. عرفتها؟ ده شيخك قاعد لي قاعد في الوطن، يا اخي تعال خش ارفعه بس في الكرسي ده، والله ما نزلك. يا ناس عيب؟ عيب يا ناس؟ قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك، رساله لبتاع الساون، اذا كسروه بنديك سعر وكاش، انتهى. رسالة إلى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الشعبيين، جربوا.
جربوا والله تمد ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعب يا بليد. ها كده 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 تكبير يا اخوانا.